بالتأكيد من بعد اللحظة اللي انتهت فيها مباراة يانج أفريكانز تحول تفكير مارسيل كولر بشكل كبير جدا لماذا أو كيف سيواجه الأهلي نادي الزمالك في نهائي الكاس، وإزاي الحقيقة يحاول يقرأ الزمالك في ثوبه الجديد. هنتكلم طبعا على مجموعة تدعيمات استهدفت بشكل كبير لعيبه في يوم من الايام كانت بتلعب في النادي الاهلي، لكن بالنهايه بالتاكيد طبعا مش ده كان المقصود. اكيد الاداره اتحركت على اساس انها تشوف احتياجات الفريق، اللعيبه او العناصر اللي ممكن تمثل اضافه في التوقيت ده، وخصوصا طبعا انتوا عارفين انه كان في وقف قيد. قدر الزمالك يعمل عدد صفقات مش قليل، وقدر في نفس الوقت يعني يتعاقد مع جهاز فني جديد خلفا لمعتمد جمال، مع ان كابتن معتمد الحقيقه كان عامل شغل كويس. لكن في جميع الاحوال في مواجهه منتظره غير مواجهه الاهلي والزمالك بين كولر وبين جوميز. واحد طبعا ازاي بتشوف الميركاتو بتاع الزمالك، ازاي تشوف التدعيمات اللي عملها في الميركاتو الشتوي وحجم الاضافه، وهل ممكن تمثل اضافه من وجهه نظر كابتن ماهر على قوه نادي الزمالك في المباراه اللي جايه، ولا لسه بدري الحكم على الصفقات دي وعلى السجلات؟ اولا عايز احيي مجلس اداره الفرقتين الاهلي والزمالك على الزيارة الجميلة اللي قام بيها كابتن محمود الخطيب لنادي الزمالك. اتأخرت شوية لكن جت في وقتها. أي. بصراحة يعني دي بتجمع الشمل مرة تانية اللي احنا كنا عايشين عليه من أيام احنا بقى، من أيام كمان يمكن كابتن صالح وأجيالنا القديمة، كانت العلاقة اللي بين مجلس إدارة الأهلي. أنا ما شفتش في أي فترة من الفترات، على الرغم أن يمكن أوقاتكم كانت المنافسة أقوى من دلوقتي. قوي يعني أوي. يعني 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 دلوقتي الاهلي تقريبا مسيطر بالطول والعرض، فمفيش حده منافسه قويه قوي زي ايامكم. ايامكم كان الدنيا قريبه قطبين قطبين، يعني تات راس براس قريب. فالمنافسه كانت شديده جدا. ورغم من المنافسه الشديده دي ما شفتش في اي فتره من فترات انه العلاقه كانت متوتره باي شكل. عارف احنا كمان لو جيبوا اللقطات القديمه تلاقي مثلا جماهيرين قاعدين مع بعض، يعني في المباريات الافريقيه مثلا الاهلي بيلعب تلاقي علم الزمالك موجود، الزمالك بيلعب تلاقي علم الاهلي موجود، يعني كان الحب المتبادل في منافسه في منافسه، وحتى الجماهير مع بعض كده، يعني كانت بالالفاظ احنا بنحب ده لكن عمرها ما خرجت على النص في ضرب ولا تخبيط او لا، الحمد لله رب العالمين. فالزياره دي طبعا انا شايف ان كانت يعني عوده الروح مره ثانيه، فكان يهمنا جدا ان قطبين يرجعوا مره ثانيه، لان هم يعني اساس كره القدم في مصر. وهم لا وكمان مهم لانه لاول مره بطوله الكاس بتتلعب بره مصر عند يعني عند اشقاء في السعوديه، طبعا الاشقاء السعوديين، فمهم جدا كوره وغير كوره اللقاء يظهر بصوره، لان احنا كمان عايزين نسيب بقى طبعا بصمه، وعايزين نسيب طبعًا شكل واداء زي ما عملناه في الامارات. اول سوبر اتعمل في الامارات كان جماهير الاهلي عامله ازاي، جماهير الزمالك عامله ازاي، الاسره الاهلاويه الاسره الزمالكويه، وحتى جماهير مش عايز افكر اصدقائنا في السعوديه يعني، لكن حتى في ماتش الاهلي واتحاد جده شفنا برضو الجماهير الاهلاويه حاجه جميله بشكل رائع، وده هنسيب انطباع جميل جدا على تاريخ القطبين في ادائهم وشكلهم واللي يكسب هنقول له مبروك، واللي هيخسر نقول له هارد لك. المهم يبقى يوم جميل، يوم عيد بالنسبه لنا. احنا كفه الاهلي فنيا اعلى بصراحه يعني. خليني اسالك بقى في الحته دي دايما، وانا قلت ده في المقدمه، الاهلي طول عمره والزمالك في ماتشاتهم ما لهمش علاقه، او يعني مستوى المباراه او نتيجه المباراه او تفوق واحد من الفرقتين على الثاني ما لهوش علاقه بما قبل. يعني ممكن الزمالك يبقى في احسن حالاته والاهلي ما يطمنش، فتلاقي الاهلي بيقدم جيم عالمي بالزبط ويكسب المباراه. ليه دايما بيقولوا على الماتش ده انه ملوش مقدمات ومحدش يقدر يقرا تفاصيله؟ ما هو محدش بيقدر يتنبأ في القمه بالذات. زي ما انت تفضلت احمد، بيحصل مفاجآت. النهارده مثلا الاهلي في حالته وبقى له 3 4 ماتشات، وبعدين تلاقي مثلا والزمالك لسه بيبتدي في ماتش انت كنت نازل الملعب او الفرقه نازله بتاعتك الملعب كابتن ماهر، كنتوا مطمنين انكم هتكسبوا، فلقيتوا الماتش صعب بره حصل. ماتش احنا كان حصل طرد لشيف عبد المنعم والزمالك كسب احمد الحليم وعبد الرحيم محمد رحمه الله عليه. احنا كنا كاملين فول تيم، وطبعا كنا في حاله فنيه على اعلى مستوى. الطرد اثر علينا بشكل كبير جدا طوال المباراه، يعني الطرد كان بدري يعني كان يمكن اول ربع ساعه حاجه زي كده يعني. لكن في اوقات يا احمد احنا بنتفوق في حته المجهود المبذول، حته الروح القتاليه العاليه، حته روح الفانيلا. الزمالك عنده بيبقى عنده فنيات ومهاره
يعني نجوم ذكرناها نجوم يعني ليها باع كبير جدا، لكن احنا كنا عشان تيم ورك ولعبنا لعب جماعي وعندنا جمل تكتيكيه وعندنا خطوط متكامله وقريبه، وبعدين الروح يعني تملي النادي الاهلي في المباراه دي الروح بتطلع 100%، ودي بيبقى مؤثر بشكل كبير جدا على نتيجه المباراه. ايوه انت بتبدا تبص كده، لا النادي الاهلي من اول دقيقه لا بيشترك في كل كوره، لا تطمن بقى بلغه الكوره بقى، يعني انت وانت قاعد كده النادي الاهلي بدا المباراه في روح وقتال وبياخد في اول كوره وبيشترك وبيقطع لا يبقى النادي الاهلي جاي، النادي الاهلي هيبقى ظروفه افضل. فاحنا تملي بنتفوق في الحته دي عن نادي الزمالك. طبعا التعاقدات الجديده لنادي الزمالك لعيبه يعني طبعا اختيرت على النقص في الاماكن اللي موجوده، وانا شايف انه لعيبه مبشره من جهاز فني جديد. يعني انا شايف انه في لعيبه كتير قوي في من ناحيه المراكز، بما انك اتكلمت عن مراكز شبه بعض، يعني ناصر ماهر بالظبط، عبد الله السعيد ممكن احط عليهم كمان، احمد حمدي ممكن الثلاثه، وشيكابالا معاهم، وشيكابالا طبعا وماما معاهم، يعني في حوالي 3 4 5 بيلعبوا في مكان واحد بالظبط كده. فدي برضك من ضمن الحاجات ساعات بتفرق لما يبقى منهم 2 او 3 موجودين داخل الملعب بيقدروا يظبطوا الملعب، لما تحب يظبط الملعب من ناحيه التسليم والتسلم وفي اوقات بتبقى عبء قدام الاهلي، ليه ما عندهمش دور، ما عندهمش دفاع. دور دفاعي يا احمد، ودي بقى مع النادي الاهلي بتفرق بشكل كبير. لو نادي الزمالك ما بيدافعش صح هيقابل صعوبات، على النادي الاهلي متعود ثلاث خطوطه لما بيدافع من قدام خط الاولاني ثم نص الملعب ثم خط الدفاع. في اوقات بقى بيبقى لا الناس بتراهن على النادي الاهلي، يعني زي مثلا مجموعه مانو جوزيه بركات وبتريكا، لا النهارده الاهلي هيكسب، يعني الناس عارفه. لا هو ما كانتش الناس بتقول كده، الناس كانت بتقول النهارده الاهلي هيكسب كام بالظبط كده. النهارده الاهلي هيكسب كام، في اوقات فعلا الناس بتراهن على السكود الجميل اللي موجود. أي. فاللعيبه لعبتنا يعني ان شاء الله باذن الله، انا شايف اليوم ده بس يوم يكون ربنا موفقهم فيه، هتتفرج على جيم يعني ان شاء الله هيسيبوا بصمه في المملكه العربيه السعوديه، بان النادي الاهلي طبعا من الفرق اللي بتلعب خارج ملعبها وداخل ملعبها بأداء واحد بتنظيم واحد بأهداف واحده. مستر كولر طبعا الفتره ديت كلها بيقعد يفكر يتفرج على الزمالك في المباريات اذا كانت افريقيه او هو السؤال هنا مع القياده الفنيه الجديده للزمالك، هل تقدر تدرس او تقرا طريقه اللعب اللي ممكن، يعني لو الجهاز الفني مثلا كابتن معتمد هو اللي كان مكمل، كنت هتقدر تقرا كمدير فني كجهاز فني وانت بتدرس المنافس ومحلل اداء ومدرب المساعد، هتقدر تقرا ايه السيناريو اللي ممكن او ايه التشكيله والعناصر اللي ممكن يعتمد عليها المدير الفني بتاع نادي الزمالك؟ لكن انا بتكلم على مدير فني جديد يبدو كمان ان هو شويه عنده فكر مختلف او طريقه مختلفه، اعتماده على عناصر معينه ممكن شويه يبقى مش كتاب مفتوح. اكيد هو حاطط اعتبار او عامل اعتبار لانه بيقابل الاهلي، واكيد الاسهل له من مارسيل كولر هو اسهل بالنسبه له انه يذاكر النادي الاهلي كويس جدا، هشوف ماتشاته في كاس العالم، هشوف ماتشاته في دوري ابطال، هشوف ماتشاته في الدوري. المواجهه الفنيه شايفها ازاي؟ يعني مين عنده يعني جانب المخاطره اكتر، مين عنده الدوافع اكتر، وخصوصا انها مباراه ببطوله ما هيش مباراه في الدوري على ثلاث نقط؟ الدوافع الاكتر هتبقى للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي عايز يكسب عشان بطوله تتحسب لمستر كولر من بدايه الموسم الجديد. هم عندهم تحليل اداء عن طريق احمد مجدي، هو الوحيد اللي موجود اللي ما مشيش، يعني معتمد يمكن مشي رحل، احمد مجدي اكيد طبعا هيقول للراجل قراءه فنيه على النادي الاهلي بالنسبه للافراد، بالنسبه لجمعيات اللعب، بالنسبه لطريقه اللعب، بالنسبه للجمل التكتيكيه. طبعا التنظيم الدفاعي مهم جدا جدا للفرقتين في المباراه دي، يعني اللي هيحافظ على خطوطه الثلاثه في التنظيم الدفاعي وهيقرب من بعض وهيحاول ان هو يمنع الاختراقات او يمنع الجمل التكتيكيه او المهاره الفرديه، يعني بتديله شيء من الثقه. الاعتماد على الكونتر اتاك، يعني الزمالك مش هيقدر يباخت النادي الاهلي او مش هيقدر يضغط على النادي الاهلي من قدام، هيعتمد على الكونتر اتاك، يعني لو انا
انا عايز العب صح مع النادي الاهلي، هيبقى اعتمادي على الكونتر اتاك، التحولات. لكن عشان اضغط على النادي الاهلي، النادي الاهلي اكثر مخاطره كبيره، مخاطره. النادي الاهلي فت، النادي الاهلي جاهز، النادي الاهلي يهمه يكسب هذه البطوله، يؤدي اداء مميز. الحمد لله احنا بالنسبه لنا خطوطنا اكتملت. احنا النهارده بنتكلم على لو قلنا تشكيل فرقتين، في 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 11 قاعدين بره، يعني المباراه اللي فاتت في 11 موجودين على الدكه ما شاء الله، يعني كل واحد فيهم يعني يشيل فرقه، يشيل فرقه. فدي برضك من ضمن الحاجات، الصعوبات اللي هيقابلها نادي الزمالك. ودي فايده من فوائد التدوير اللي كنا بنتكلم عليها، العناصر كلها النهارده انت مطمن عليها. بالظبط. حتى اللي كان بعيد او رجع من اصابه او ما كانش فيت او فورمته مش عاليه، اعتقد انه الاربع ماتشات دول النهارده. وده سؤالي اللي جاي، هل شايف انه ملامح التشكيل الاساسي في دماغ مارسيل كولر لو بيفكر فيها النهارده محسومه، ولا لسه شويه، لسه في بعض المراكز ممكن يكون فيها كلام؟ لا، هتبقى محسومه يا احمد، لان انت انت برضك مهم قوي في المباراه ديت، عايز اللعيبه اللي عندها خبرات، اللي لعبت اهلي وزمالك قبل كده، اللي رجليها واخده، اللي رجليها موجوده في الملعب. يعني مثلا لو احنا اتكلمنا على مصطفى شوبير، في عندنا محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي، علي معلول، مروان كوكا لو ان شاء الله باذن الله سليم، امام عاشور، تاو، ووسام، والشحات. ده قول لي ثلاثي خط النص تاني كده يا كابتن. النص امام، نص الملعب هيبقى امام وكوكا، ومروان ولا السلية، مروان ولا قفشه؟ لا هيبقى، هي الحيره دايما في الحته دي على فكره. يعني انا بشوف انه حتى الجمهور بيحتار دايما هو في خط النص بتاع الاهلي. ممكن يبقى مروان وامام وقدامه قفشه. مروان وامام وقدامه قفشه. على اساس انك انت بدك عايز صانع العاب، يعني يقدر يلعب الثلاثه اللي قدام، وتختار تاو والشحات ووسام. يعني ده اقرب الشكل اللي ممكن يبدا بيه مستر كولر، على اساس ان دول لعبوا قبل كده مباراه الاهلي والزمالك اكتر من 6-7 مرات، فبيبقى عندهم الخبرات وعندهم الاجواء وعندهم الثقه وعندهم الثبات الانفعالي. لو انت في تشكيله الاهلي، مين اللعيب اللي تعمل له حساب في تشكيله الزمالك دلوقتي يا كابتن ماهر؟ انت اكيد كنت بتدرس يعني اي فرقه بتلعبها. هو برضك عنده مفاتيح كويسه، عنده شيكابالا، عنده اوباما، عنده اجزيري، عنده زيزو، عنده زيزو، عنده لعيبه، عنده فتوح، فعنده برضك من اللعيبه اللي يعني مفاتيح لعب، ولعيبه لها ثقل، ولعيبه بتأدي بشكل جيد مع نادي الزمالك، بيعتمد عليهم طبعا المدير الفني بشكل كبير. فلو عندك 5-6 لعيبه كويسين ممكن يشيلوا لك الفرقه ان شاء الله باذن الله. تكون حظوظنا في الملعب، يكون يومنا نمره واحد، يكون التوفيق حالفنا، تاكيد ثقتنا الاهم طبعا، انه الكره او المباراه دي تسيب يعني انطباع حقيقي عن كره القدم المصريه وعن مستوى القوه، لان احنا للاسف الشديد جدا دخلنا في مقارنات كتير جدا في الفترات الاخيره، ما كانش فيه غير الاهلي بس هو اللي بيرد نيابه عن كره القدم المصريه. نتمنى انها تكون مباراه حلوه ومباراه تليق باسمين كبيرين زي الاهلي والزمالك، ونتمنى ان شاء الله الاهلي يحرز لقب جديد يضاف الى دولاب بطولات. بشكرك كابتن ماهر، شكرا كابتن احمد، نورتنا جدا ونسعد بيك دايما، وان شاء الله لقائنا اللي جاي نكون بنحتفل ان شاء الله باذن الله ببطوله الكاس ونفتح ملف دوري الابطال مره ثانيه. بشكر حضراتكم على المتابعه، تحياتي لكم.